السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألنا مجموعة من الناس وقلنا لهم ايه رأيكم في المخلل، في ناس هتقول انا معرفش اكل الاكل من غير مخلل، وناس تانية هتقولك ده مضر بالصحة وبيرفع الضغط. لكن انا هقول لكم ان المخلل صحي جدا، بس علشان خاطر يكون صحي لازم يكون ليه شروط. انتظرونا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حتة. قبل ما نتكلم عن المخلل لازم نعرف يعني ايه مخلل او تخليل، والتخليل هنا هو معناه التخمير، وهو انك بتعرض الغذاء للتخمر وهو عن طريق تعريضه للبكتيريا، والبكتيريا في معظمها صديقة للبيئة من اول التمثيل الغذائي في النبات لحد تحليل الاموات في التربة. والبكتيريا في منها الضار وفي منها النافع. في منها الضار بيسبب امراض فتاكة للانسان زي الزهري والسل والجمرة الخبيثة، لكن البكتيريا النافعة بنستخدمها في بعض الحالات في حياتنا زي الانتاج الزراعي والانتاج الغذائي، وبنستخدمها في صناعة الاجبان والزبادي والمخلل. نفهم من كده ان نسبة 1% بس من البكتيريا هي اللي ممكن تسبب الأمراض، لكن في المعظم والغالب هي مفيدة للبيئة. والمعدة بتحتوي على بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة، فلو احنا أكلنا أكل مش كويس البكتيريا الضارة هتتكاثر أكتر، وساعتها يحصل سوء هضم وتعب في القولون وعدم امتصاص المعدة للغذاء كويس، وبالتالي مش هتستفيد من الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الغذاء اللي انت أكلته، ده غير كمان ضعف في المناعة. لكن البكتيريا النافعة بتساعد المعدة على الهضم وامتصاص الغذاء. طيب ايه علاقة البكتيريا بالمخلل؟ عملية التخمير في حد ذاتها هو تعريض الغذاء للبكتيريا، لكن احنا محتاجين ناكل مخلل مش علشان طعمه حلو وبناكله جنب الاكل، لا احنا هناكله علشان مليان بالبكتيريا النافعة واللي هتفيد معدتنا في التمثيل الهضمي. يعني من الاخر كده البكتيريا دي بتساعد في عملية هضم الاكل جوه معدتك، فبالتالي معدتك تستفيد من الغذاء بشكل كويس. طيب نطبق الكلام ده على المخلل ازاي بحيث ان هو يكون مليء بالبكتيريا النافعة وما تكونش ضارة لجسمنا؟ في طريقتين بنعمل بيهم المخلل. الطريقة الاولى وهو اني اغمر الخضار في محلول ملحي، يعني هنقول مثلا في تقطيع الجزر، بعد ما بنقطع الجزر بيبتدي هجوم البكتيريا عليها النافعة والضارة، لكن نسبة البكتيريا النافعة بتكون قليلة وتقريبا بنسبة 1%، لكن عند غمرها في المحلول الملحي بتبتدي البكتيريا الضارة تقل وتموت والبكتيريا النافعة تتكاثر وتزيد زي بكتيريا اللاكتوباسيلس. ولازم التخمر يحصل في مكان ما فيهوش هواء، وهو ما يعرف بالتخمر اللاهوائي، يعني ما ينفعش انك تعرض جزء من الغذاء او جزء من الخضار بره المحلول الملحي، وده اللي بيظهر عملية طبقة بيضة فوق المخلل او ريم ابيض. الطبقة مش مضرة، لكن من الافضل والمستحسن انك تغمر الخضار بشكل كامل في محلول ملحي. الطريقة التانية وهم اللي بيستخدموها معظم المحلات اللي بتنتج المخلل الجاهز، ودي طريقة مضرة جدا. اول حاجة بيعملوا غلي للخضار، ده بيقتلوا فيه البكتيريا تماما. تاني حاجة نسبة الملح بتزيد ما يقرب من 25-30%، وده سيء جدا للجسم. تالت حاجة بيضيفوله مادة الخل، وده اللي بتخليك تشعر انه متخلل بقاله ايام، على العكس ان هو ممكن يكون معمول في اقل من 48 ساعة، وده الخطر العظيم. طيب احنا علشان ناكل خضار مخلل سليم ومفيد وصحي نعمل ايه؟ في 5 خطوات لازم ناخدهم. الخضار
والتنويع فيه. عملية التنويع في الخضار بتعمل عملية تنويع في البكتيريا النافعة، ولازم اختار منها الفريش. ولو انا عايزها مقرمشة زي مثلا الخيار اختاره صغير ورفيع، ما اختارهاش كبيرة وطرية. تاني حاجة المية، الكلور ممكن يضعف البكتيريا وممكن يموتها كمان، يعني نستخدم مية بفلتر، او لو احنا هنستخدم مية الحنفية هنستنى عليها لحد الصبح علشان الكلور يطلع منها. تالت حاجة وده المهم جدا وهو الملح، يعني ما يكونش ملح مائدة او ملح يود، الافضل هو ملح البحر، لان ملح الطعام وملح اليود فيه بعض الاضافات وده اللي بيخلي الخضار يتغير لونه في عملية التخليل. ونسبة الملح ما تزيدش عن 2%، يعني هنقول كوباية المية عليها معلقة واحدة ملح. طيب لو احنا زودنا الملح بكمية كبيرة جدا في المخلل ايه اللي ممكن يحصل؟ احنا فايدتنا الاولى والاخيرة هي اني استفاد بالبكتيريا النافعة في المخلل، لكن زيادة الملح هنا هتعمل على تقليل البكتيريا النافعة، ممكن يكون طعمه مش متغير بس مش هستفاد منه. وعلشان البكتيريا النافعة تبقى موجودة بنسبة كويسة في المخلل لازم نسبة الملح ما تزيدش عن 18% ودرجة حرارة من 12 ل 40، لكن افضل انتاج للبكتيريا هي في درجة حرارة من 12 ل 25، لان دي افضل بيئة للتخمر او التخليل او انتاج البكتيريا. علشان كده بنلاقي معظم الاسر المصرية بتعمل عملية التخليل في موسم الشتاء. رابع حاجة علشان تعمل مخلل صح لازم تديله وقت صح في التخمر، هو انك تعمل عملية زيادة لانتاج البكتيريا النافعة، لكن اللي بنشوفه في المحلات بغلي الخضار واضافة الملح بكمية رهيبة مع اضافة الخل علشان خاطر يستوي في اقل من 24 ساعة ده مش صحي بالمرة. مدة التخليل في موسم الصيف بياخد من 3 ايام لاسبوع، لكن في الشتاء بياخد من 4 ايام ل10 ايام، ويفضل ان انت تفتح الغطاء كل فترة لخروج التفاعلات اللي بتحصل من عملية التخمر زي مادة ثاني أكسيد الكربون، ولكن من الأفضل إنك تتركها مفتوحة. خامس حاجة الإضافات اللي بتبقى موجودة مع الخضار المخلل زي الثوم والتوابل، يعني مثلا الثوم فوائده وهو متخلل افضل بكتير من وهو فريش، لان كل المعادن اللي فيه بتبقى اسهل في الامتصاص والهضم بعد التخمر، وغير فوائده كمضاد للأكسدة وغيره. يبقى نفهم من عملية التخليل الصحيح ان انا ما زودش درجة الحرارة، ما زودش ملوحة المحلول الملحي، وخلي اقصاها 2%، نسبة 2% من الكمية اللي هحطها، ما ضفش ليه خل، لان الخل برضو بيخلي البكتيريا تقل وتموت. يبقى يفضل ان انت تخلل المخلل في البيت وما تعتمدش على شراءك ليه من المحلات مجهولة المصدر، لانك مش عارف هو معمول ازاي وكمان منضاف له ايه. وبس كده، ما تنساش تتفرج علينا في الحلقات اللي فاتت وتنتظرنا في الحلقات اللي جاية، وشير ولايك وسبسكرايب. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.